بسم الله الرحمن الرحيم، أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفلفل الرومي النهاردة من 7 ل 11 جنيه، الكوسة ب14 جنيه، الخيار البلدي من 4 ل 6، والخيار اللي في شكاير الشفاف ب8، والشكارة العادية والكراتين والصوب من 6 ل 12، الفلفل الحامي ب7 والألوان من 8 ل 12، البسكرة ب7، طماطم زي ما هي من فترة كبيرة من 40 ل 80، والبطاطس أسعار على حسب ما بينزل. البطاطس كتير في السوق، بنلاقي أبيس وسنجرة وبامبا وكارة ب14.5، ب15، المخزن ب15، النظيف في البطاطس ب15، ب16، البتنجان العروس من 9 ل 12، والبتنجان الرومي من 8 ل 12. طبعا البتنجان فترة كبيرة لسه قدامه برضو لغاية ما أسعاره تنزل، لأن مفيش بتنجان كتير في الأرض، ولسه بدري على البتنجان الجديد، يعني في آخر شهر 7. التوم الأبيض من 40 ل 45، و55 ل 65 الأحمر. البطاطس طبعا اللي مخزن، واللي مخزن تلاجة، واللي خرج من التلاجة، واللي زارع في أرض بين الرملة والطفلة، والأسعار في البطاطس مش مستقرة في السوق، والناس مستنية يشوفوا إيه اللي هيحصل بالنسبة للبطاطس. زي كده البصل بالظبط، ما الناس برضو مستنية. الليمون من 23 ل 30، والملوخية ب6 جنيه وب9 جنيه الملوخية. الناس كلها قاعدة مستنية، في مستني لغيره، وفي مستني على نفسه، وفي مستني على المحصول. الكلام ده طماطم، يعني الطماطم الناس قاعدة مستنية يشوف ايه اللي هيحصل، والخسارات اللي هيخسروها الفلاحين. ما عادتش بترش دلوقتي الطماطم لو فيها اي حاجة في الارض. البامية من 25 ل 30، كل انواع الفلفل غالية، مخدد والابيض زي بعض ب7 وب9 جنيه. محدش بيرش الارض لاي سبب كان، يعني اللي بيلاقي حاجه في الطماطم بيسيبها، هي يعني مش ناقصه تكاليف اكتر من الناس كلفتها. واللي عنده بصل برضو شايله في المخزن وقاعد مستني، وبينزله السوق كده وتلاقيه يعني زي ما يكون مش عايز ينزله. الله أعلم بقى، إلا من رحم ربي، اللي بيعجبه السعر واللي مبيعجبوش السعر، والناس كل واحد وورقه بقى، وكل واحد وتكاليفه ومصاريفه. البصل في بصل من 4.5 لغاية 7. والله الواحد الجو وجاي من مشوار طويل، كلنا طبعا قاعدين مستنيين النهاردة الماتش مصر وبوركينا فاسو، ولسه كمان يعني بعد ما اسجل هقعد استنى شوية لما احمل الفيديو. فبالشكل طبعا اللي انتوا شايفينه مش متعودين انتوا الاداء الباهت ده، لكن الشكل ده باين عليا ان انا ممكن انام. الله اعلم، ممكن انام. انا لما بنام في ماتش مصر بتكسب، مش وحش. ممكن. طيب شكرا. نعم، طيب انا بسجل لوحدي بعد كده، مش هسجل قدام حد. البتنجان الابيض من 7 ل 9، البتنجان الابيض والمخدد كلهم بسعر واحد. البصل الابيض اعلى شوية من البصل الاحمر. البصل الابيض في 8 جنيه في البصل الابيض، البصل الابيض الكبير في الحجم. التوم زي البصل، ما دخل مخازن التوم دخل شكاير، وبقى في حاجة كده، ده جزر ما شاء الله، ده جزر تصدير، ده لا باين عليه فرنساوي بتاع مخلل، ولا باين عليه ياباني بتاع مربى عصير. عموما الجزر من 50 ل 60. شمام كتير، شمام والشهد والكنتالوب وجوز العسل، كل والحمد لله ان الاسعار بتاعت الشمام
يعني، والكنتالوب من 7 لـ10، والشمام من 9 لـ13. الأسعار يعني في المتناول، فيها شوية مية معوضة شوية البطيخ. بطيخ والله أسعاره، البطيخ ده يا جماعة على فكرة هيجي في آخر الموسم وهينزل نازلة. هو كده أي حد كده ماسك في بصل، ماسك في توم، ماسك في بطاطس، هتلاقيه في الآخر نازل نازلة جامدة أوي. العنب من 15 لـ25، أكتر من مرة قلت لحضراتكم العنب المشمش، عنب والمشمش، الله أكبر الله أعظم، نصلي العشاء ونرجع لحضراتكم. العنب والمشمش والشهد والكنتالوب هم أرخص حاجة، لكن التفاح بصراحة التفاح السنة دي مفاجأة يعني. التفاح في القطاعي ماشي 40، لأن في الجملة بياخدوا بـ25 وبـ26 وبـ27، كمان العنب البلاك من 25 لـ35، علشان كده هو برضو في الجملة ماشي يعني أسعار 50 و60 في المحلات والفروشات العالية. البطيخ إن شاء الله أجيب لكم البطيخ مرة تانية، ونجيب لكم مزاد، ونجيب لكم أسعار البطيخ، ونشوف برضو البطيخ الكريمسون اللي نزل في السوق. والخوخ، الخوخ أسعاره من 10 لـ20 لـ25، وقرب يمشي من السوق الخوخ. والمشمش مش بيقعدوا كتير، آدي كمان قدامنا مشمش السويس والفيوم من 10 لـ20، وعمار بـ22 وبـ23، وده طبعا جميع أنواع التفاح أسعارها بتتراوح من 18 لـ28. أعزائي المشاهدين، بقول لحضراتكم معلش سامحوني، كنت تعبان، وفي الحقيقة كمان لسه يعني ربع ساعة على الماتش. نتمنى الفوز لمصر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.